أهلا بكم إلى ظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: ردا على المحرقة السعودية المستمرة والغارات على الأحياء السكنية في صنعاء، القوات المسلحة اليمنية ترد بعملية عسكرية واسعة. حكومة بنت تجتمع اليوم في الجولان المحتل لإقرار خطة استيطانية الكبرى لمضاعفة عدد المستوطنين. عائلة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام تحذر من خطر يتهدد حياته، وحماس تهدد بحل تنظيمها في المعتقلات ردا على تعنت الاحتلال. مصادر مطلعة تؤكد لوسائل إعلام إيرانية أن الوفد الفرنسي عمل على إعاقة تقدم المحادثات النووية في مباحثات فيينا. بوتين يؤكد أن رد موسكو مرتبط بتوصيات الخبراء العسكريين إذا رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تقديم ضمانات أمنية لروسيا. وفي النشرة: رحيل ديسمون توتو كبير أساقفة جنوب إفريقيا والمناضل ضد نظام الفصل العنصري والمدافع عن القضية الفلسطينية. أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث أفادت القوة المسلحة بأنها ستعلن عن عملية عسكرية واسعة فيما تتواصل المحرقة السعودية في اليمن، حيث كثفت طائرات التحالف عدوانها على العاصمة اليمنية صنعاء. وتركزت الغارات على منطقة عصر جنوبي غرب العاصمة وقصفت كلية الطيران. الغارات الجوية السعودية سببت أضرارا بالغة بمنازل سكان الحي الليبي في صنعاء، وهو ما دفع معظم سكان الحي إلى النزوح من منازلهم. العدوان يأتي بعد يوم فقط من ارتكاب التحالف السعودي محرقة بحق أسرة حارس برج مؤسسة الاتصالات في منطقة عجامة بمحافظة المحويت، بزعم التحالف السعودي استهداف مخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الميادين. تعرضنا يعني لقصف إجرامي عنيف بينما ونحن آمنين في وجبة العشاء، يعني وما نسمع إلا يعني ضغط، يعني ما فيش ضغط، بعدين دخان أسود الذي هو الغاز السام. طبعا الحمد لله سلم الله الأرواح البشرية، لكن أرعبوا الأطفال، أرعبوا النساء. كنا في العشاء جالس أنا وأطفالي في المجلس، والساعة 9 وشوية ضربوا بصاروخ لا جنب الشقة، يعني عشنا حالة رعب أنا وأطفالي وزوجتي، ودمرت الشقة يعني انتهت تماما. التحالف السعودي أعلن تدمير مخازن للأسلحة النوعية في معسكر التشريفات. وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، أشار التحالف إلى أن الغارات الأخيرة في صنعاء جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات في صنعاء على حد قوله. التحالف دعا حركة أنصار الله إلى إخراج الأسلحة من المناطق المدنية. من صنعاء ينضم إلينا المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي. أهلا بك سيد طلعت. في البداية يعني نريد أن نعرف منك كيف تقرأ صنعاء هذا التصعيد وهذه المحرقة السعودية في الشعب بحق الشعب اليمني؟ هل هي مرتبطة بالتطورات العسكرية والحسم العسكري في معركة مأرب أم أنها منفصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نرى أن هذه العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف العدوان وخاصة في صنعاء مؤخرا هي عبارة عن تعبير حقيقي لحالة الفشل
والانهزام التام الذي يعاني منه التحالف، وأيضا العمليات العسكرية المتطورة والمتقدمة للجيش واللجان الشعبية على الأرض، ويحاول من خلال هذه العمليات الضغط على القيادة السياسية لاتخاذ قرارات بإيقاف هذه العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر هو عبارة عن بحث عن يبحث باستمرار عن انتصارات وهمية، حيث يقوم بتسويق الأوهام والكذب والتضليل بأنه يستهدف أهداف حيوية ويستهدف مخازن أسلحة والطائرات وصواريخ في صنعاء، بل يعني على العكس تماما فجميع الأهداف هي مدنية. ولكنهم يتهمون بشكل واضح عسكرية خلال الفترة الأخيرة. نعم نعم، اسمح لي سيد طلعت، يعني هم هم يتهمون بشكل واضح أنصار الله بأنهم يخزنون الأسلحة في المناطق المدنية ويدعونهم إلى سحبها منها، على الرغم من أنه المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو زوريلا أكد أنه لا يوجد مثلا في المطار المستهدف في صنعاء أي مظاهر للأسلحة. كيف تقرأ الحديث عن تخزين الأسلحة بين المدنيين؟ طبعا لله الحمد، يعني اليمن لديها من الجبال والأودية التي يمكن أن تستخدم مخازن حقيقية يعني ومحمية طبيعية لهذه الأسلحة التي تنقل. أقول فعلا يعني جميع الأهداف التي أعلن عنها التحالف هي عبارة عن أوهام. مثلا أخيرا يتحدث عن معسكر التشريفات، هذا المعسكر قد تم تحويله إلى فرم للكدم، بمعنى يوزع يعني الكدم للفقراء من النازحين وأيضا المحتاجين. وتخيل أن هذه الضربة الأخيرة لم تستهدف أي مخزن من المخازن، مثل الهنجر اللي هو داخل المخبز، والصاروخين الأخيرين أصابت الطرق، وهو يدعي أنه أصاب 9 مخازن في التشريفات. هو عبارة عن وهم تبرير للأخطاء البعيدة. هو إما أنه يعني غبي لدرجة أنه لا يجيد استخدام الأسلحة الحديثة وأثبت فشل الأسلحة الأمريكية حقيقة، أو أنه هناك عملية مقصودة في استهداف المناطق المدنية إلى منا طبعا، والضغط علينا باستخدام هذه من خلال هؤلاء المدنيين. وهذا ما أريد أن أسأل عنه بالضبط، خاصة في ظل الصمت العالمي سيد طلعت، في ظل هذا الصمت العالمي على هذه المحرقة وهذه المجازر، هل هناك ضوء أخضر للسعودية لترتكب مثل هذه المجازر لتغير ربما من القواعد على الأرض؟ كيف تقرؤون الصمت؟ نعم نعم، هناك ضوء أخضر. نعم، نحن نجد أن الصمت طبعا أولا هناك صمت الدولي من خلال الدول الكبرى الدولية التي أدانت مؤخرا العمليات الرد على العدوان وفي جيزان وأدانت ذلك، بينما تصمت طبعا عن ارتكاب المجازر الوحشية مطول التعرف بأنها هي شريكة أساسية أصلا في هذا العدوان على اليمن، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا وكثير من الدول التي استطاع المال الخليجي شراؤه. بالمقابل هناك صمت أممي وهناك محاولة للتستر على هذه الجرائم من قبل كثير من الهيئات والمنظمات الدولية ومنها المنظمات الأممية، مقابل طبعا الأموال التي تدفع للأمم المتحدة وتمويل كثير من المشاريع والبرامج التي تعمل السعودية على ابتزاز الأمم المتحدة من خلال ذلك. هناك صمت أممي هو بمثابة إعاز للسعودية لارتكاب مزيد من الجرائم. الجانب الآخر هو طبعا إلغاء التجديد لفريق الخبراء الأمميين الذين كان يمكن أن يطلعوا على هذه الجرائم ويكشفوها للرأي العالمي وأيضا للأمم المتحدة، لكن عدم وجودهم أيضا بمعنى أنه أوعز إلى السعودية بأنها ستكون بعيدا عن المساءلة والمحاسبة ويمكنها ارتكاب ما تشاء من الجرائم باعتبار أنها أحد الدول التي تعتبر فوق القانون الدولي وأنها لن تسأل ولن تحاسب. شكرا جزيلا لك السيد طلعت الشرجبي المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، كنت معنا من صنعاء.
وزير النقل في حكومة صنعاء عامر المراني نفى المزاعم السعودية بشأن وجود أي مظهر عسكري في مطار صنعاء الدولي. وعقب لقائه نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو زوريلا، قال المراني إن استهداف طائرات التحالف السعودي المباشر لمطار صنعاء فاقم من الوضع في المطار وزاد الأمر تعقيدا. أكدنا له ونؤكد أن مطار صنعاء ليس مغلق إطلاقا، وإنما كان هناك توقف مؤقت نتيجة لعطال بعض الأجهزة الملاحية وكذا أجهزة الاتصال. هذا اللي هو الأسباب. فيما زاد أكثر تعقيد لإغلاق يعني توقف المطار هو الضربات الأخيرة التي استهدف بها طيران العدوان لبعض الأماكن في مطار صنعاء الدولي، والتي المتعلقة بالجانب الإنساني والجانب المدني لم يكن فيها أي مظاهر عسكرية. أما زوريلا فأكد أنه لم يشاهد أي مظاهر عسكرية في مطار صنعاء. He visited the airport after the bombing of a few days ago. I think it was on the 20th. وأنا شخصيا زرت المطار بعد الهجمات التي حصلت فيه قبل يومين. I saw the destruction of the of three buildings of the airport. وقد رأيت دمار ثلاث مباني في ساحة المطار. I did not see any military activity. ولم أشاهد أي أنشطة عسكرية هناك. في تطور خطير ومستفز، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل لإقرار خطة استيطانية كبرى فيه تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين. ومن جملة ما تتضمنه الخطة التي كان وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بالتاريخية، إقامة مستوطنتين جديدتين تضم كل واحدة منهما نحو 2000 وحدة استيطانية في إطار زيادة عدد المستوطنين إلى 100,000 مستوطن في السنوات المقبلة. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية بموقف الإدارة الأمريكية الحالية الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، متوقعة خروج أصوات إسرائيلية معارضة للخطة. رمات الجولان الإسرائيلية ذي مובן مئلاف. الخطة التي سنصادق عليها اليوم تأتي في الذكرى 40 لفرض القانون الإسرائيلي هنا، ومن أجل الحقيقة هي تأتي بعد تأخير سنوات ووجود ثبات بوتيرة الاستيطان. لدينا فجوات كبيرة من أجل ردمها، ونحن بدأنا بهذا اليوم. أود أن أكون واضحا، هدفنا اليوم هو مضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان، ومن أجل ذلك نحن نعزز المدينة كاتسرين بحيين جديدين، ومن أجل ذلك سنقيم مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان. لأجل هذا نحن نخصص موارد كثيرة، حوالي مليار شيكل. معنا من دمشق الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الدكتور سمير أبو صالح. دكتور سمير، بعد التحية، يعني في البداية وفي إطار محاولات الكيان الإسرائيلي لتكريس السيادة الإسرائيلية على الجولان، هناك خطة استيطانية جديدة يقول عنها بنت بأنها تاريخية، وحكومته رصدت لها مبالغ مالية ضخمة وطائلة. في البداية، ما تفاصيل هذه الخطة دكتور سمير؟ لا شك أنه ووفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية سبقت تصريح بنيت الذي استمعنا إليه قبل قليل، عندما وصفت تلك الوسائل الإعلامية هذه الخطة بأنها استثنائية وغير مسبوقة. في الحقيقة لا، هي ليست استثنائية وليست غير مسبوقة، لجهتي أنه في عام 1981 كلنا نعلم وما زلنا نذكر أن مناحيم بيغن كان قد قام بخطوة مشابهة، وكان ذلك توطئة لقراره المشؤوم، أي قرار الضم الإسرائيلي في عام 1981-82. الخطة اليوم، نعم، وكما قالها بنت نفسه، تهدف إلى تطوير وتشجيع الاستيطان الصهيوني في الجولان المحتل، ما يعني أيضا أنه لا يفرق كثيرا عما أتى به مناحيم بيغن في العام 1981، إلا أن المقاومة، مقاومة الأهل في الجولان المحتل والمدعومة بالموقف الرسمي السوري والمقاوم بشكل عام والذي أفشل ذاك القرار، الآن يحاول بنيت حقيقة تحت وطأة الخلافات
الخلافات البينية في إطار الائتلاف الذي يترأسه والذي يعاني من محاولات التصدع والشقاق أيضا، هو يحاول استمالة المستوطنين الموجودين وكذلك استجلاب مستوطنين آخرين كي يقطنوا في الجولان. وأيضا دكتور، يعني إحدى أهداف يعني هذه الخطة هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة، وهناك غايات اقتصادية، يعني مخاطر هذه الأهداف بتقديرك دكتور سمير؟ ما بشك أنها أهداف كبيرة وخطيرة جدا، أولا على المواطنين العرب السوريين في جولان المحتل. وفي هذا الإطار نذكر مشروع المراوح، أي التي أسميت بمحطات توليد الكهرباء، وكان الهدف منها حقيقة هو مصادرة الأراضي الزراعية لأهلنا في جولان، والتي هي مصدر عيشهم الوحيد والأهم في مشيئتهم وفي تواجدهم في أرضهم، أي الأرض السورية في جولان المحتل. الآن هم يحاولون، أي المستوطنون وحكومة بنيت، أن يقنعوا المستوطنين بأن يأتوا إلى جولان بوعود لمشاريع كبيرة، مشاريع في إطار الهايتك وفي إطار توليد الطاقة أيضا، وأيضا صناعات إلكترونية يدعون ويحاولون تسويقها في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية على أنها ستكون ثورة في عالم الهايتك. هنا حقيقة يعني يلفت النظر كثيرا هذا الادعاء في وقت تعاني أو يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أزمات كبيرة جدا، والعلاقة البينية الأمريكية الإسرائيلية يبدو أيضا أنها تتعرض إلى تصدعات معينة، وبالرغم من ذلك بنيت يحاول أن يصعد أكثر باتجاه التطرف المعهود ببنيت وبكل حزبه، وأيضا ما سمي بشبان المرتفعات، هؤلاء الصهاينة الخطيرين جدا. دكتور سمير، ماذا عن الموقف الشعبي في الجولان السوري المحتل؟ أبناء الجولان لطالما عودون على حالة الانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي. ما من شك أن الأهل في الجولان المحتل يتأهبون بشكل دائم لمواجهة هذا الاحتلال، كما يفعل إخوتنا الفلسطينيون في كل الأراضي المحتلة، وبالتالي أهلنا حقيقة وضعوا خطط، حسب ما وردنا مؤخرا، وضعوا خطط لمواجهة هذا الاستيطان ومواجهة حالات القضم التي يحاول العدو الصهيوني أن يمنع أهالينا من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في محيط القرى السورية. هذا يعني أيضا أن الجولان سيكون مسرحا من جديد لصدامات عنيفة بين الأهل في الجولان المحتل والمستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لك الكاتب والباحث في الشؤون السياسية دكتور سمير أبو صالح، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق. دخل الأسير هشام أبو هواش يومه 32 بعد 100 في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري. نعم يارا، وتحذر عائلة الأسير من خطورة وضعه الصحي بعد توقفه عن تناول الملح منذ نحو 4 أيام. وقد أطلق نادي الأسير حملة تضامن مع أبو هواش تحت عنوان أنقذوا هشام أبو هواش. ودق عماد أبو هواش ناقوس الخطر عقب تدهور صحة شقيقه الأسير هشام أبو هواش، متهما سلطات الاحتلال بالتعنت الكبير وسط تقارير طبية تؤكد إصابة الأسير بمرحلة متقدمة من الجفاف. طبعا آخر زيارة كانت يوم الخميس، نحن نتحدث عن هشام الآن وصل لمرحلة يعني الخطر الشديد جدا. طبعا في هشام كما تحدثتم هو متوقف عن اخذ الملح منذ 4 ايام. التصورات الطبيه تتحدث انه قد يحدث جفاف في الامعاء، يليه ايضا تعفن في الاجزاء الرئيسيه في الامعاء. طبعا نحن متخوفون بشكل كبير على صحه هشام، وخصوصا يعني ان منظمه الصليب الاحمر قالت بزيارته يوم الاربعاء واطلقت يعني تحذيرا خطيرا جدا، وقدموا يعني تقريرا مفصلا الى الامم المتحده يطالبون فيهم التدخل لانقاذ حياه هشام. الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة حذر الاحتلال من الاستمرار في تجاهل الإفراج عن الأسير المضرب هشام أبو هواش. أبو حمزة قال أن استمرار العدو في تجاهل الإفراج عن الأسير المضرب هشام أبو هواش في ظل مصارعته الموت سيأخذ الميدان إلى وضع مختلف عما هو عليه الآن. أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أنها ستكشف خلال الساعات المقبلة عن فصل آخر من فصول المعركة بدخول الفوج الأول من المضربين عن الطعام يتقدمهم القادة
الرموز. الهيئة مروان لفتت إلى أن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام سيليها حل فعلي للتنظيم، وحذرت أن لهذه الخطوة ما بعدها في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال. مدير مكتب أعلام الأسرى ناهد الفخوري أوضح أن الهدف من خطوة حل تنظيم حماس في السجون خلق فوضى في سجون الاحتلال. وفي اتصال مع الميادين قال فخوري إن حل التنظيم سيؤدي إلى استنزاف إدارة سجون الاحتلال لأنها ستتعامل مع كل أسير على حدة. هذه الخطوة لها ما بعدها لها انعكاسات كبيرة على داخل السجون، حيث الهدف منها خلق حالة فوضى كبيرة في السجون تتحمل إدارة سجون الاحتلال مسؤوليتها بشكل كامل، وتتحمل كذلك تداعيات هذه الخطوة وما سينتج عنها من ردات فعل من قبل الأسرى بشكل يعني كل أسير يعني يتصرف ويأخذ على عاتقه الشخصي العمل الذي يخدم عليه. في الضفة الغربية تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين على قرية برقة غرب نابلس. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إصابة نحو 247 شخصا بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، وأعلن جيش الاحتلال منطقة البؤرة الاستيطانية حومش شمال نابلس منطقة عسكرية مغلقة يمنع المستوطنون من الدخول إليها، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها المنطقة. أتينا من جميع أنحاء الضفة الغربية لمساندة أهالينا في بلدة برقة وشبابها وصغارها ونساؤها، ونحن سنصل رسالتنا إلى الاحتلال بأننا سنبقى يد واحدة، وبأن دخولهم هنا إلى بلدة برقة أو فلسطين لن يمر مرور الكرام. اليوم واجهة شرسة ما بيننا وبين جيش الاحتلال الغازي، هذا الجيش الذي يحمي المستوطنين ويحمي عن جهيتهم وعدوانهم على شعبنا الفلسطيني، وبالتالي نحن عازمون على مجابهة المستوطنين ومجابهة جيش الاحتلال الذي يقوم بحمايتهم. نحن يعني صار لنا 5 أيام في هذه المواجهة المستمرة. في غزة أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة تحت عنوان الركن الشديد 2. نعم، وبيان الغرفة أشار إلى أن العملية ستستمر عدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة الفصائل كافة، حيث من المقرر أن تشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع الفصائل في سبيل تحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام قبل أن تختتم التدريبات بمناورة الركن الشديد 2. معنا من غزة مراسل الميادين أحمد غانم. أهلا بك أحمد. إذن الركن الشديد 2 أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن انطلاق فعالياتها، بماذا تختلف هذه المناورة عن سابقتها؟ نعم يارا، تختلف في توقيتها. أعتقد أنه هذا توقيت هذه المناورة مهم جدا، سيما أنه يأتي بعد عدة أيام على انتهاء مناورة درع القدس التي نفذتها كتائب القسام بمشاركة نخبة مقاتليها في قطاع غزة، وأيضا فيما أنها تأتي في ظل تزايد الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية وإحكام حصاره على قطاع غزة. نتحدث عن مدينة القدس المحتلة، تزايد عمليات اقتحام المسجد الأقصى، عمليات هدم المنازل وارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، ما يجري في برقة منذ عدة أيام ومحاولات المستوطنين اقتحام منطقة برقة والاعتداء على السكان تلك المنطقة بشكل كبير، وأيضا ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات إطلاق نار في شتى أنحاء الضفة الغربية، وإنهاء إسرائيل بناء الجدار العازل على طول الشريط الحدودي الشمالي والشرقي لقطاع غزة. لذلك أعتقد أنه هذا التوقيت أو إعلان التوقيت في هذا الوقت في الذات يحمل رسالتان. الرسالة الأولى تتمثل في جاهزية المقاومة لرد أي عدوان إسرائيلي محتمل يعني على قطاع غزة، والأمر الآخر فيه رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا لم يوقف هذا العدوان على المقدسات وفي الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة وفي السجون في السجون الإسرائيلية. أحمد، هل يرتبط أيضا ما يجري وهذه والتنكيل بالأسرى؟ فأتني أنا أتحدث أيضا في مذن يتعرض له الأسرى يعني من تنكيل شديد يعني
حصل خلال الأيام الماضية. ملف الأسرى أيضا مرتبط ارتباط أساسي ربما بإعلان توقيت هذه المناورة، لذلك اختيار التوقيت كان مهما بالنسبة لفصائل المقاومة التي ستشترك جميعها بعد مناورة القسام المنفردة، وإعلان هذه الشراكة يعني وحدة ميدانية كاملة فيه رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأنه مقاومة بجميع أجهزتها وفصائلها ونخبتها جاهزة ورممت قدراتها العسكرية استعدادا أو وأنها لن تصبر كثيرا على عرقلة إعادة الإعمار. يعني أعتقد أن كل هذه الملفات يعني مرتبطة في بعضها. نعم. وربما يعني أحسنتي في السؤال، ربما أيضا هذه الرسائل للخارج، رسائل المناورة العسكرية للخارج والتي تتزامن أيضا مع زيارات الوفد المصري الأمني إلى قطاع غزة. نعم. أعتقد أنه بعد عملية درع القدس أو بعد مناورة درع القدس مصر أرسلت وفدها إلى غزة، وأيضا دار حديث مع الوفد المصري بحسب مصادرنا عن هذه المناورة ومن سيشارك فيها، وأعتقد أنه وصلت رسالة قوية للوفد المصري المفاوض بصفته راعيا لمفاوضات وقف إطلاق النار وأيضا صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وربما وصلت الرسالة جيدا لمصر. وحملتها أيضا حركة حماس رسائل مهمة بأنه أي اعتداء أو أي تأخر في عملية إعادة الإعمار يمكن أن تجر الأوضاع مجددا إلى الانفجار. شكرا جزيلا لك أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا من غزة. أصداء المناورات الإيرانية الأخيرة ومحاكاة قصف مفاعل ديمونة ترددت بقوة بين المعلقين الإسرائيليين الذين وضعوها ضمن سياق الحرب النفسية وإعلان النوايا الإيرانية ردا على التهديدات الإسرائيلية. إسماعيل الزين. على أذان صاغية في إسرائيل وقعت الرسائل الإيرانية التي تضمنتها مناورة الرسول الأعظم 17 السنوية والتي أطلقت خلالها صواريخ باليستية على هدف يحاكي مفاعل ديمونة جنوبية فلسطين المحتلة. بعد التحذيرات الإسرائيلية من تدمير المنشآت النووية الإيرانية في نهاية الأسبوع، وصل دور الإيرانيين إلى التهديد بالفارسية. نشر الإيرانيون فيلما يظهر صواريخ باليستية تدمر منشأة تحاكي مركز الأبحاث النووية في ديمونة. الرسائل الإيرانية التي أعقبت تهديدات إسرائيلية متكررة لطهران على خلفية برنامجها النووي والمفاوضات النووية في فيينا، أعادت إلى الواجهة الانتقادات للمسؤولين الإسرائيليين على خلفية سياسة الثرثرة والتبجح ضد إيران. الإيرانيون يهددون بمهاجمة ديمونة كما رأينا ردا على تصريحات أو بالأحرى على تبجحات من قبل كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية هنا التي تحدثت عن إمكانية تدمير المفاعلات النووية الإيرانية وعن جاهزية سلاح الجو. الرسائل الإيرانية الصاروخية وضعها معلقون إسرائيليون في إطار الحرب النفسية، لكنهم حذروا من مغبة الاستخفاف بالنوايا الإيرانية. يجب النظر إلى هذه التهديدات والتقارير على أنها في إطار الحرب النفسية للإيرانيين، ولكن أيضا هي إعلان نوايا من جانب إيران عن استعدادها لمواجهة هجوم محتمل أو خيار عسكري إسرائيلي. وفيما توقف خبراء عند القدرات النوعية التي أظهرتها المناورة، حذر آخرون من أن الإقدام على مهاجمة إيران يمثل ضربا للرأس بالجدار في ضوء عدم قدرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على استيعاب أكثر من 1000 صاروخ في اليوم، لذا فالأفضل لها برأيهم أن تواصل دس رأسها في التراب. وكالة إرنا نقلت عن مصادر مطلعة أن الوفد الفرنسي المفاوض في فيينا لم يؤدي دورا بناء في المحادثات وكان يحاول إعاقة تقدمها. المصادر قالت أن التقدم الذي حققته المحادثات كان في الوقت الذي غاب فيه الوفد الفرنسي المفاوض عن المحادثات، وعندما عاد الفرنسيون عاد معهم التأخير والبطء. كما لفتت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها فرنسا إلى ضرب المحادثات وأدى دور الشرطي. ولفتت المصادر إلى أن فرنسا هي من طلب بنحو غريب السنة الماضية حضور دول المنطقة وخاصة السعودية في المحادثات النووية.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كيني ضرورة حل القضايا الإقليمية بمساعي دول المنطقة على أساس الحوار المشترك بينها. كلامك جاء خلال جولة الثامنة من اجتماع اللجنة المشتركة للتشاور الاستراتيجي بين إيران وسلطنة عمان بحضور مساعد وزير الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي، الذي شدد على دور إيران الرئيسي في المنطقة وأمل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار الإقليميين. استهدف رتل تابع لقوات التحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في العراق. مصدر أمني أفاد بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل مواد لوجستية تابعا لقوة التحالف الدولي على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي بابل والديوانية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. في سوريا قتل شخصان وجرح 7 آخرون عقب استهداف طائرة مسيرة تركية منزلا في مدينة عين العرب كوباني السورية. تنسيقيات مسلحي ما يعرف بالجيش الوطني تحدثت عن استهداف اجتماع لقيادات قسد في المنزل المستهدف والقائم في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي قسد في ريف حلب الشرقي. يستمر الفلتان الأمني في سجون قسد ومخيماتها التي تضم أكثر من 11,000 مسلح. أكثر من 700 محاولة هرب من المخيمات وأكثر من 50 قتيلا في عمليات اغتيال ولا سيما في مخيم الهول، ما دفع واشنطن وقسد إلى التفاوض مع التنظيم سرا من أجل ضبط الوضع المتفلت. ديما نصيف. من أجل ضبط الوضع الأمني في معتقلات داعش ومخيمات عوائله، وضع التنظيم شروطه الأربعة على طاولة تفاوض سرية مع الأمريكيين وقصد: تقديم المعتقلين للمحاكمة، السماح لهم بالتواصل مع ذويهم، عدم تسليم المنتسبين للتنظيم من الجنسية العراقية إلى حكومتهم، وتحديد وجهة انتقال من يتم إخراجهم من السجون بالتنسيق مع قادة التنظيم وفق ما أكدت مصادر مطلعة على التفاوض للميادين. وتكشف المصادر عن وجود تواصل بين قادة التنظيم في سجني الصناعة وغويران مع خلايا التنظيم داخل المخيم للتنسيق حول مسار المفاوضات واختبار قدرة التنظيم على فرض شروطه. إذن هي المعادلة الوحيدة التي يسعى داعش لمقايضتها بعد فشل كل محاولات ضبط موجات العصيان في سجون قصد وعمليات القتل في مخيمات عائلات التنظيم التي تتصاعد منذ أشهر خاصة في الهول رغم كل حملات التفتيش المستمرة لقصد. داعش الذي بات هاجسا بإمكانية انفجار سجونه يدفع بالمفاوضات مع واشنطن وقصد على إيقاع كواتم الصوت التي حصدت 9 قتلى خلال الشهر الجاري فقط، إثر إعلان قصد عن تسليم الحكومة العراقية دفعة من المعتقلين ونقل عدد من سجناء داعش من سجن الصناعة باتجاه قاعدة التحالف في الشدادي من دون أي تنسيق مع قياداتهم، وتأخر وصول رسائل لذويهم سلمت للصليب الأحمر كما أعلنت مصادر التنظيم. قصد اعتقلت 43 طفلا من أبناء عناصر وقادة التنظيم ممن يعرفون بأشبال الخلافة في محاولة للضغط على داعش وإجباره على وقف القتل والعودة إلى التفاوض. لكن الخطورة في الأمر بأن داعش بات يملك ورقة مساومة بمواجهة الأمريكيين وقصد، وهو ما قد ينذر بتفجر الوضع الأمني مجددا في الشرق السوري. ديما نصيف، دمشق، الميادين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد موسكو إذا رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تقديم ضمانات أمنية لروسيا قد يكون مختلفا تماما وسيتوقف على توصيات الخبراء العسكريين. نعم، وفي حوار تلفزيوني أعرب بوتين عن سعي روسيا إلى إحراز نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها قانونيا في الوثائق التي اقترحتها موسكو. معنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. سلام، بعد التحية الآن، كيف ترصد يعني التعاطي الأمريكي مع المطالب الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية التي تسعى عمليا موسكو للحصول عليها من واشنطن والأطلسي؟ أهلا بك مروان. طبعا الكل في انتظار ردة الفعل الغربية، وأولا الأمريكية وبعد ذلك أكيد حلف شمال الأطلسي.
لكن أود أن أشير فقط يعني لكي تكون الصورة واضحة، الحديث الذي عرض اليوم في التلفزيون الروسي سجل يوم الخميس أي بعد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولذلك يعني هذه التصريحات هي ليست تصريحات اليوم وإنما تصريحات يوم الخميس الماضي. هو فقط حاول أن يخفي عليها بعض الإضافات النوعية ربما فيما يتعلق باحتمالات الرد الروسي في حال المماطلة الغربية، الرئيس الروسي والقيادة الروسية في أكثر من مناسبة ونحن تطرقنا لذلك، يعني تخشى من المماطلة الغربية في التعامل مع المقترحات الروسية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية. لذلك من الطبيعي، يعني هذا شيء طبيعي، أن تكون هناك خطة تعد مسبقا للتعامل مع أي تطور محتمل. يعني سواء يعني المتوقع من توصيات الخبراء العسكريين بتقديرك سلام؟ طبعا ربما الترجمة ليست دقيقة، وردت في وكالات الأنباء ليسوا خبراء عسكريين وإنما العسكريون. الخبراء العسكريون هم يعني أشخاص ليسوا لهم علاقة بالمؤسسة العسكرية، ولكن الحديث يجري عن الجنرالات الروس، يعني قيادات الجيش الروسي وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي في القوات المسلحة الروسية. بلا شك مثل هذه الأمور يجب أن تحسب، إذا كان هذا الأمر يتعلق بأعمال استفزازية على الحدود مع روسيا، أقصد هنا أوكرانيا، أو بشكل عام كيف يمكن لروسيا أن تواجه التهديد الأمني الاستراتيجي والتوازن الاستراتيجي لها مع الحلف الغربي. هذا يتطلب طبعا إجراءات عملية، روسيا تقوم بالإعداد لمثل هذه الإجراءات، وهذا رأيناه سواء كان من حيث التجارب الجديدة التي أجرتها روسيا للصواريخ فرط الصوتية أو تسلم البحرية الروسية لغواصات نووية استراتيجية على مدى الأيام الماضية. كذلك هذا يتعلق بالتدريبات والمداورات يعني الموقف الروسي العسكري في الميدان قوي، هذا ألا يفتح الباب يعني أو ألا يعزز بمعنى آخر عملية التفاوض، ألا يعزز المسار الدبلوماسي بين موسكو وباقي الأطراف عمليا؟ بلا شك مروان، أصلا روسيا الآن تتكلم من موقع قوة، وكل ما تقوم به من تحركات عسكرية تفعله لرفع سقفها في أي مفاوضات محتملة مستقبلا في بداية العام المقبل. فلذلك روسيا تتحدث من موقع قوة، روسيا لا تريد أن يكون هناك تلاعب معها في هذه المسائل، لا تريد أن يكون هناك تجاوز للخطوط الحمراء. الرئيس بوتين قال بكل وضوح يعني ليس لنا إمكانية للتراجع قيد أنملة إلى الوراء، لأنه لم يعد هناك شيء وراءنا، وإنما يجب أن نحصل على ضمانات أمنية فورية الآن تحديدا، يعني لا مجال للمماطلة. ولذلك هو يتحدث اليوم عن أن الجنرالات والقيادات العسكرية الروسية يجب أن تحسب الحساب للخطوات التي يجب أن تقوم بها لمواجهة أي مماطلة أو أي رفض أو أي عدم تجاوب غربي مع المقترحات الروسية. وهنا أود أن أشير يعني لكي تكون الصورة واضحة، نعم. ماذا يقصد بوتين أولا يعني؟ شكرا، نعم شكرا، يعني عذرا على المقاطعة مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. مضطرون يعني إلى أن نذهب لننقل هذا البيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع. نعم، هذا البيان يأتي مروان للإعلان عن عملية عسكرية واسعة، وننتقل إلى هناك مباشرة. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى في تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف، ودحر قوات العدو وأتباعه من المرتزقة والخونة والعملاء في عملية عسكرية واسعة، عملية فجر الصحراء. وقد أدت العملية إلى التالي: تحرير كامل منطقة اليتمة وما جاورها وبمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر مربع، تكبيد قوات العدو خسائر فادحة، اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة. وبهذا تكون محافظة الجوف
محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. إن القوات المسلحة بعون الله تعالى وهي اليوم تواجه التصعيد بالتصعيد لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية خلال الفترة المقبلة ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطن. إن القوات المسلحة وهي بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي المشروع للعدوان تهيب بكافة اليمنيين الأحرار إلى المشاركة الفاعلة في معركة الحرية والاستقلال، وتطمئن القوات المسلحة أبناء شعبنا الصامد الصابر المجاهد بأنها تمتلك من الخيارات المناسبة للتصدي للعدو المجرم والرد على كل جرائمه واعتداءاته. وسوف يتم إعلان تفاصيل العملية في إيجاز صحفي خلال الأيام القادمة إن شاء الله. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صادر. إذن كان هذا المؤتمر للمتحدث أو البيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي أشار إلى أن تفاصيل العملية سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة. بالعودة إلى الظهيرة وبعيدا عن السياسة، تعد صناعة التحف الخشبية وتلك المشكلة من الصدف الأجمل والأكثر شعبية في بيت لحم. نعم يارا، ولكونها مدينة تعتمد على السياحة الدينية فقد انتشرت عشرات الورش في محيط كنيسة المهد والتي استقطبت عشرات الأيدي العاملة في المدينة. تقرير نسرين سلمي. التحف المصنوعة من خشب الزيتون تعتبر الأشهر في مدينة بيت لحم، يزداد الطلب عليها مع اقتراب موسم الأعياد وتوافد السياح والحجاج إلى مدينة مهد السيد المسيح. بأيدي ماهرة يحفر خشب الزيتون، ومنه تشكل أجمل التحف والهدايا التذكارية التي تباع للسياح والحجاج الوافدين إلى مدينة بيت لحم خصوصا في موسم الأعياد. حرفة الحفر على الخشب تعد الأشهر في المدينة. اللي دخل الصناعة على بيت لحم اللي هم ممكن يعني رهبان أجوا من عدة دول كانوا يعرفوا الصنعة هاي وعلموها لأهل البلد، وأهل البلد ورثوها يعني توارث. مجسمات لكنائس وجوامع وأشجار وصلبان، لكن قيمتها تكمن في كونها مصنوعة من خشب الزيتون الذي يقدسه المسيحيون والمسلمون. أما طريقة تشكيله فتحتاج إلى أشهر طويلة قبل البدء بالحفر. خشب الصنعة بدك تعالجه في الأول، بتقوم بتنشيره بإزالة القشرة عنه، وبعدين بعد تنشيره على خملات معينة وسماكة معينة بتم كبسه لعدة شهور. هلا العملية الإنتاجية في إشي لازم تشتغله بالإيد، إشي لازم تشتغله بالمواكن، إشي لازم تحفره يدوي. يعني لما بدك تسوي تحفة وتمثال بكون من أولها لآخرها كله بالإيد. وليس الخشب فحسب هو ما تشتهر به مدينة بيت لحم، فالصدف له مكانته أيضا. صناعة الصدف على ما يبدو عرفت منذ القدم في بيت لحم بعدما وجدت آثار له في المدينة، لكن صناعته تطورت مع السنين وأصبحت إحدى الصناعات التي تميز مهد المسيح. إحنا منجيب الصدف الخام عبارة عن صحن صدف طبيعي من البحر. إنه منقطع الصحن هذا بشكل مستطيلات، منجمع هذه المستطيلات على ورق، ومن ثم من قطعها بشكل زوايا وأشكال تيجي على لوحات خشبية. ومع اقتراب موسم الأعياد تزين محل التحف الصدفية والخشبية لتصبح المقصد الأبرز للسياح الباحثين عن تذكارات من مهد السيد المسيح. نسر سلمي من بيت لحم، الميادين.
انتهت. هذا تذكير بعناوينها. ردا على المحرقة السعودية المستمرة والغارات على الأحياء السكنية في صنعاء، القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل. حكومة بنت تجتمع اليوم في الجولان المحتل لإقرار خطة استيطانية كبرى لمضاعفة عدد المستوطنين. عائلة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام تحذر من خطر يتهدد حياته، وحماس تهدد بحل تنظيمها في المعتقلات ردا على تعنت الاحتلال. مصادر مطلعة تؤكد لوسائل إعلام إيرانية أن الوفد الفرنسي عمل على إعاقة تقدم المحادثات النووية في مباحثات فيينا. بوتين يؤكد أن رد موسكو مرتبط بتوصية الخبراء العسكريين إذا رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تقديم ضمانات أمنية لروسيا. وفي النشرة، رحيل ديسمون توتو كبير أساقفة جنوب إفريقيا والمناضل ضد نظام الفصل العنصري والمدافع عن القضية الفلسطينية. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يعطيك العافية.